السلام عليكم، معاكم ميس إسراء. هناخد النهاردة بيولوجي لتانية ثانوي. هنتكلم النهاردة عن تجربة مهمة جدا، تجربة للعالم ميلفين كيلفن. العالم ميلفين كيلفن ده عايز يثبت أول برودكت بيكون نتيجة للفوتوسينثيس بروسس، فهيستخدم في التجربة دي اللي هو راديو أكتيف كربون، الكربون المشع. تمام، تعالوا مع بعض نشوف التجربة عبارة عن ايه عشان اللي عايز يثبت بيها اول مركب هيتكون من الفوتوسينثيس بروسس. زي ما انتوا شايفين هنا تجربة العالم ميلفين كيلفن، هيستخدم الجهاز اللي انتوا شايفينه قدامكم ده، هيعمل التجربة على طحلب اسمه كلوريلا. تمام، الطحلب ده ما حدش يقول لي طب ما هو مش نبات عشان يثبت عليه الفوتوسينثيس بروسس، لا، الطحلب ده طحلب بدائي خالص وفيه ماده الايه الكلوروفيل، تمام، اللي هي الماده الخضراء اللي بتعمل ابزورب للايه لللايت. طيب هو حط هنا زي ما انتوا شايفين كلوريلا الالجي، طحلب الكلوريلا ده او كلوريلا، الطحلب ده حطه في المنتصف، تمام، وعطاله كل الحاجات المكونات عشان يعمل الفوتوسينثيس بروسس. عطاله الكربون دايوكسيد وسلط عليه اللايت الضوء، تمام كده، وحط موجود هو في ووتر، فكده اصبح كل المقومات ان هو يعمل عملية البناء الضوئي متوفرة. المادة الخضراء موجودة في الطحلب، الكربون دايوكسيد، اللايت، الووتر، تمام. طيب وتركوا شوية لغاية ما يعمل ايه الفوتوسينثيس بروسس. بعد كده اول ما عمل ايه عملية البناء الضوئي، راح منزله على طول في ايه، في هوت ايه الكحول، في كحول، كحول سخن عشان يموت المادة الحية اللي هي البروتوبلازم اللي موجودة في الطحلب. طب ليه عمل كده؟ ليه اول ما عمل الطحلب عملية البناء الضوئي ليه نزله على طول في الكحول الساخن ده؟ عشان يقتل مادة البروتوبلازم، عشان خاطر اول مكون يتكون في عملية البناء الضوئي ما يتحولش لحاجة تانية. هو عايز اول حاجة اتكونت من عملية الفوتوسينثيس بروسس، اول حاجة اتكونت، مش عايز يستنى بقى لغاية ما الطحلب ده ياخد المادة دي ويقوم عاملها مكون ايه مواد اخرى، لا، هو عايز اول مكون اتكون من ايه، من عملية الفوتوسينثيس بروسس على طول. تمام، طيب دلوقتي بعد ما ميلفين كيلفن اجرى التجربة، عايزين نعرف ايه هي النتيجة. النتيجة ان هو احنا طبعا عارفين ان هو بعد ما نزل الطحلب ده عشان يموت البروتوبلازم في كحول ساخن عشان يحصل على اول مادة تكونت من خلال عملية الفوتوسينثيس، عايز يحصل على اول مادة، هو خاف ان ممكن اول مادة دي تتحول لمواد تانية. تمام، قعد يدور على الراديو اكتف كربون، الكربون المشع، فين في الطحلب ده، فلقاه كون مادة اسمها فوسفو جليسرال دهايت. ماشي، اسمها تاني فوسفو جليسرال دهايت، بنرمز لها بالرمز ايه، بي جي اي ال، كله ايه كابيتال طبعا. تمام، المادة دي اول حاجة بتتكون من الفوتوسينثيس بروسس، والمادة دي اول ما بتتكون بتتحول لمواد اخرى، بتتحول لايه، جلوكوز، ستارش، بروتين، فات. تمام، المهم عندنا من التجربة دي ان احنا اثبتنا ان اول حاجة بتتكون من عملية الفوتوسينثيس اللي هي ايه، الفوسفو جليسرال دهايت. زي ما انتوا شايفين هنا ده ملخص للتجربة، ادي الرسمة قدامنا اهو، والطحلب ده كلوريلا ان احنا عرضناه لكل الظروف عشان يعمل الفوتوسينثيس بروسس،
اعطينا له كربون دايكسيد من فوق واعطينا له اللايت، وهو موجود اصلا فوتر، وهو اصلا الطحلب ده في الكلوروفيل المادة الخضراء اللي بتعمل ابزورب لايت. اول ما عمل الفوتوسينثيس بروسيس نزلناه على طول في الهوت الكول، ليه؟ عشان نقتل البروتوبلازم ونحصل على اول مادة اتكونت. طيب بصوا جماعة، اول مادة اتكونت زي ما احنا اتفقنا اللي هي ايه؟ الفوسفوجليسرالدهايد. المادة دي بعد كده بيبقى فيه انزيمز معينة، سبيسيفيك انزيمز، انزيمز بتبقى متخصصة بتحول الفوسفوجليسرالدهايد ده لمواد اخرى، زي ما احنا اتكلمنا قبل كده بتحوله لستارش، بتحوله لفاتس، بروتين، هاويفر اي حاجة. خلاص يبقى كده ادي الدرس النهاردة كان عن التجربة دي، والتجربة دي مهمة جدا. يا رب تكونوا فهمتوها، واي اسئلة او استفسارات ياريت تكتبوها في الكومنتس من تحت، وانا على فكرة برد على كل الاسئلة وبشوف كل التعليقات. السلام عليكم. وبكده يبقى خلصنا درس النهاردة، اشوفكم ان شاء الله في الدرس الجاي. السلام عليكم.